طلعت اسمها بيضة يا جماعة، تخيلوا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم، معلومة جديدة. اتكلمنا من قبل عن ماكينة التريكو وقلنا ان في ماكينة تانية شبهها ونفس التفاصيل ولكن مش عارفين هي بتعمل ايه. النهاردة ان شاء الله هقول لكم هي بتعمل ايه، ومن باب المرح تعرفوا كمان اسمها ايه. اول حاجة الماكينة بتاعتنا اسمها ماكينة البيضة، هي تبع ماركة ادي وفعليا نفس الشكل ولكن هي مقفولة كده وليها كمان غطا يغطي الاسنان بتاعتها. يا ترى ليه كل ده وليه اساسا شبهها بالظبط؟ اولا ده لانها ماكينة حبال. يعني ايه ماكينة حبال؟ يعني انا بعمل حبل الكردون بياخد معايا وقت مثلا ساعتين او حاجة، ده هياخد معايا بالكثير 5 دقايق وهقدر اعمل حبل كردون طويل جدا وبراحتي خالص وباسهل طريقة ممكنة. تخيلوا انه في ماكينة للحبل ده تحديدا وبتكون سريعة كده وسهلة. زي ما انتوا شايفين الماكينة بتاعتي شبه البيضة فعليا، وده هي عشان كده واخدة اسم الماكينة البيضة، هتلاقوها موجودة على امازون. ليها برضو يد زي الماكينة بتاعت البسكوت وليها حامل او 3 ارجل تسند عليهم، وليها كمان الاسنان اللي هي بتطلع وبتدخل عشان تعمل لي شكل الخيط بتاعي، وزيادة حرص حاطين ليها غطا شفاف عشان يحمي الماكينة لو انا مش بستخدمها. وبالطريقة دي بقدر اعمل حبل سريع جدا. انا ما شفتش ماركات تانية من الماكينة دي، هي تبع ماركة ادي بس. فعليا هي حلوة بس ده لو انا بستخدم حبل الكردون وبكمية هروح اشتري الماكينة دي. طبعا هتقولوا استخدامات حبل الكردون في ايه غير الشنط بتاعتنا او حاجات صغنطوطة كده زي ما استخدمناها في البلوزة دي؟ لأ، ليه استخدامات تانية. في ناس كتيرة بتعمل حبل الكردون وبتبتدي تلف الحبل ده داير 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 كده ورا بعضه وعلى ماكينة الخياطة فيما بعد، وبيجمعوا يا اما باسكت يا اما سجادة ضخمة او سجادة باب، يعني زي ما انتم حابين. وبس خلاص، فيديو كان من باب المرح تعرفوا فيه ماكينة جديدة وهي ماكينة البيضة تبع ماركة ادي، وتعرفوا ايه التفاصيل اللي هي بتعملها الماكينة دي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عاوزين توفروا اي حاجة من اللي احنا بنتكلم عنها هتروحوا على صندوق الوصف هتلاقوا فيه كل اللينكات الخاصة بالحاجة اللي احنا بنتكلم عليها. وشرفوني على التيك توك والانستا، ولو بتسمعوني هناك هتلاقوا اللينكات دي برضو موجودة في البايو. مع السلامة، باي.